وكره يد عشان ما نكونش حارمين حضراتكم من اي حاجه، نكون كمان متابعين ابرز الاحداث اللي موجوده. هقول لحضراتكم تاني عندنا اسبوع قوي جدا، ما ننساش ان احنا عندنا لقاءات في دوري ابطال اوروبا الاسبوع القادم هتكون مهمه جدا. ابرز المواجهات زي ما حضراتكم عارفين مباراه برشلونه وليون، المباراه الاولى انتهت بالتعادل طبعا 0-0 كانت في فرنسا، والمباراه هتكون على ملعب الكامب نو. لكن طبعا زي ما حضراتكم عارفين مباراه ليفربول وبايرن ميونخ، مباراه ليفربول وبايرن ميونخ دي هتكون مباراه قويه جدا، مباراه هتكون ممتعه، مباراه هيكون فيها يعني احصائيات وارقام واستعدادات لمحمد صلاح. بقى محمد صلاح هيعمل ايه امام فريق بافاري فريق بايرن ميونخ؟ هل ليفربول هينجح انه يصعد الى دور الثمانيه؟ طبعا يوم الثلاث هتكون اولى المواجهات مانشستر سيتي وشالكه، والمباراه طبعا زي ما حضراتكم عارفين انتهت في الدور او الجوله الاولى انتهت بفوز السيتيزنز 3-2 بعد ما كانوا متاخرين ب 2-1، وايضا بعد ما تم اشاره البطاقه الحمراء للاعب السيتي علشان يلعبوا ب 10 لعيبه الشوط الثاني وجزء من الشوط الاول، وبالتالي السيتي بيحقق مفاجاه. لكن جوارديولا زي ما انتم عارفين يعني زي ما انتم عارفين ان جوارديولا المدير الفني للسيتيزنز هو مدير فني دايما لا يعتقد ودايما عنده يقين وعنده تصريحات ان هو مش هيتكلم على مكسب او مش هيجيب سيره مكسب او سيره تاهل غير لما النادي يكون فعليا موجود في المرحله المقبله. طبعا في نفس التوقيت ونفس اليوم يوم الثلاث القادم المباراه الاقوى اليوفنتوس واتلتيكو مدريد. المباراه الاولى انتهت 2-0 لاتلتيكو مدريد. زي ما احنا قلنا هنفكر حضراتكم تاني، طبعا خيمينيز وجودين هم اصحاب هدفي الفوز، وبالتالي اول مباراه في تاريخ دوري الابطال يحقق فيها الرقم اللي اقول لحضراتكم عليه هو احراز هدفين من قبل لاعبين من الاورجواي في مباراه واحده فقط. يوفنتوس اخر فرصه لالجري في البقاء كمدير فني بعد نهايه الموسم. الجري طبعا زي ما حضراتكم انه خرج من بطوله الكاس، وبالتالي لا تبقى سوى بطوله الدوري وبطولة دوري الأبطال. لو خرج من دوري الأبطال مش هيكون قدامه اختيار غير بطولة الدوري الإيطالي، اللي أنا شايف إنها سهلة جدا، لكن في نهاية الموسم هيقرر مع أنيلي رئيس النادي هل أليجري هيبقى مع نادي اليوفنتوس بعد ما أخفق في تحقيق بطولتين على الأقل من الثلاث بطولات، ولا ريال مدريد هينجح في التعاقد وإقناع المدير الفني بداية الموسم القادم إن هو يكون المدير الفني لنادي ريال مدريد. طبعا ده بالنسبه للقاءات يوم الثلاث. اما بقى يوم الاربع زي ما قلت لحضراتكم لقاءين مهمين جدا في دوري الابطال، بايرن ميونخ وليفربول، المباراه اللي تكون على ملعب الاليانز ارينا، والمباراه الثانيه اللي هتكون برشلونه امام ليون، وهتكون ايضا في نفس التوقيت على ملعب الكامب نو. طبعا كلنا هنتابع ما فيش شك مباراه بايرن ميونخ وليفربول علشان هي الاقوى، وبالتالي احنا كمصريين المباراه دي تهمنا جدا جدا جدا. كل التوفيق لنجمنا المصري محمد صلاح اولا في مباراه يوم الاحد امام نادي بيرنلي، وثانيا امام نادي بايرن ميونخ في مباراه قويه جدا هتشهد غياب كينجسلي كومان لاعب بايرن ميونخ، لكنها هتشهد عوده فيرجيل فان دايك مدافع نادي ليفربول اللي غاب عن المباراه الاولى، لكن الحمد لله ان ما تمش احراز اي هدف في شباك نادي ليفربول. يعني اتمنى له التوفيق ان شاء الله لليفربول محمد صلاح. تعالوا بقى نروح مع حضراتكم لفقره الفيديوهات المتنوعه. الفيديوهات المتنوعه معانا الاسبوع ده